فالله بيحبني اللي جابني لعند هذا الدكتور اللي عنده ذو الاخلاق العاليه والاستقبال اللي المريض محتاجه قبل العلاج. فهو كون في نفسي علاج قبل ما يشوف شو فيني. الله يحفظك. كنت بتشتكي مني؟ احكي لهم كنت بتشتكي مني. هم عارفين اني بشتكي من ظهري وبقدرش امشي، بنمشي الليل من شد عضلات رجولي. الله يكرمه. فهو عمل لي، انتم عارفين كل ما باجي وبروح بقول لكم شو عمل لي، وانا اليوم جاي بس عشان اشتقت له جاي اسلم عليه. يعني انت بقيتي كويسه دلوقتي؟ انا كويسه وبمشي، ويا ريت تصوركم وانا بمشي. بنتي الغاليه الثانيه، فهدول احلى عيله في مصر انا شفتها.